محمد سيد نائب، يعني خليني ابدا معاك من اعلى نقطه واطار عام. ماذا جرى في الحوار الوطني على المحور الاقتصادي؟ لا، جرى كثير. يعني مجموعه مختلفه من الجلسات ناقشت موضوعات عديده. الشيء الرائع في موضوع الحوار الوطني ان حضرتك بتستمع لوجهات النظر الواسعه، بقى الطيف السياسي الواسع من اقصى اليمين لاقصى اليسار، بجانب الخبراء بجانب الاكاديميين. اللطيف ده كله ان انت بتلاقي فيه مساحات مشتركه، وبتلاقي ان في توافق على موضوعات معينه، وبتلاقي ان في بعض الاشكاليات بنلاقي ان احنا ليها دي أرضية بنقف عليها جميعا. طبعا. ومش بس أرضية بنقف عليها في مسألة تحديد المشكلة ايه هي، لكن كمان في طرق الحل. يعني في مسألة توافق، ودي واحدة من أهم إيجابيات الحوار الوطني، ان انت تقدر تخلق توافق على الموضوعات المختلفة اللي فيها الإشكاليات، تحديد الإشكاليات ايه هي، طرق الحل، ونبدأ ازاي نشوف بقى يعني شيء من التوافق حوالين الحلول، وازاي نقدر بقى بعد كده نرتب ده في مسألة أولويات ونقدر نطلع بيها لقدام. فده انا في تصوري ان دي نقطه فاصله، وفي تصوري ان دي خطوه تاسيسيه مهمه جدا للمستقبل احسن باذن الله. طيب يعني